كيف حالكم أول؟ كيف أصبحتم؟ أتمنى أن تكونوا دوما بخير إن شاء الله تعالى. اليوم أحبتي يوم الخميس، يوم المراجعات، أليس كذلك؟ لكن قبل أن نبدأ أريد أن أقول لكم معلومات مهمة. كما قلنا أحبتي البارحة في فيديو سورة الرحمن، حصتنا حصة الزوم لموادي أنا ستكون إن شاء الله تعالى على الساعة السابعة مساء. أما بالنسبة لمادة الإنجليزي حتكون إن شاء الله الساعة 12 صباحا، اتفقنا؟ إذا حصص المراجعة موادي وهي عربي، رياضيات، علوم، اجتماعيات، وحاسوب، وتربية إسلامية دين. موادي هذه حتكون حصتهم حصص المراجعة على زوم الساعة 7 مساء. الساعة 7 مساء حتكون حصص المراجعات عليه. فيديو للرياضيات وفيديو اللغة العربية حيكونوا زي برنامجنا الطبيعي حتى نقدر إنه نختم مادة الرياضيات مع مواعيد الامتحانات النهائية. يعني يوم الخميس حيكون فقط مراجعات، المراجعات حتكون على تطبيق الزوم، إلا المواد اللي إحنا زي ما أنتوا شايفين اللي هي العلوم، الاجتماعيات، الحاسوب، الدين، حيكون مراجعاتهم على المنصة على اليوتيوب، لكن مراجعة مادة الرياضيات واللغة العربية حيكونوا على تطبيق الزوم حتى نتفاعل أنا وإنتوا مع بعض، نحكي الأسئلة، تشاركوا معي، اتفقنا؟ مادة الرياضيات اليوم يوم الخميس ما حينزل على المنصة فيديو مراجعة لها، حينزل فيديو تكملة درس الحقائق المترابطة. أما تكملة الفيديو، إحنا مش وصلنا بالمراجعة الماضية الخميس الماضي عند الإكمال إلى 10 مراجعة، حيتم إكماله اليوم الساعة 7 مساء على زوم. حيتم إكمال الدرس ذا مراجعة الضعف والإكمال إلى 10 من وحدة الجمع على الزوم، اتفقنا؟ أتمنى منكم إنكم تكونوا موجودين فيها حتى نتفاعل أنا وإنتوا إن شاء الله تعالى في الحصة مع بعض، اتفقنا؟ إذا مراجعة مادة الرياضيات ومراجعة مادة العربي، وممكن نحط شوية تهجئة برضو بالزوم حتى نكون متفاعلين أنا وإنتوا في الزوم، لكن حصص التهجئة وحصة الرياضيات حينزلوا طبيعي على منصتنا، منصة التطبيق الذكاء الدولية. وأيضا بالنسبة لمراجعة بعض المواد في يوم الخميس حضرها مستمرة برضو على التطبيق، اتفقنا؟ إذا موادي على مادة على تطبيق الزوم، موادي على تطبيق الزوم حيكون الساعة 7 مساء. ليش الساعة 7؟ لأنه زي ما حكيت لكم امبارح في فيديو سورة الرحمن، عنا أمهات موظفات، فتقديرا لتعبهم حتى يكونوا مروحين ومرتاحين وحاضرين فيديوهات اليوتيوب بيفتحوا على راحتهم، اتفقنا؟ والآن لنبدأ أنا وأنتم في مراجعة مادة العلوم من درس البيئة، في درس البيئة من وحدة أماكن عيش الكائنات الحية. لنبدأ بمراجعتنا في وحدة أماكن عيش الكائنات الحية. وحدتنا الآن التي نحن فيها في مراجعة مادة العلوم، راجعنا الحصة الماضية درس الحيوانات، ليس كذلك؟ حتى تحدثنا فيه عن أجزاء الحيوانات وعن حاجات الحيوانات، أليس كذلك يا أول؟ أحسنتم. اليوم وحدتنا اسمها أماكن عيش من الكائنات الحية، الكائنات الحية. من يقول لي ما هي الكائنات الحية؟ هيا يا أول، تحدثنا كثيرا عن الكائنات الحية، من يذكرني من هي الكائنات الحية؟ ماذا تشمل الكائنات الحية؟ أحسنتم، أتشمل الكائنات الحية الإنسان
والحيوانات وأيضا النباتات. إذن الكائنات الحية تحتوي الإنسان، الحيوانات، النباتات، هذه كائناتنا الحية، الكائنات الحية. سنتحدث عن أماكن عيشها، أماكن عيش هذه الكائنات الحية. الأماكن التي تعيش فيها ماذا نسميها؟ أحسنتم، نسميها البيئة، نسميها البيئة. إذن الأماكن التي تعيش فيها الكائنات الحية نسميها البيئة، نسميها البيئة. ودرسنا اليوم أول درس في هذه الوحدة سيكون عن البيئة، ونحن تحدثنا فيه سابقا، أتذكرون؟ من يذكرني ما هي البيئة؟ من يذكرني ما هي البيئة؟ أحسنتم، هي المكان الذي يعيش فيه. لكن المكان الذي نعيش فيه ماذا يعني؟ أنتم أبطال، أنه يحيط بي، يحيط بي. هو إذا البيئة هي كل ما يحيط بالكائن الحي، والكائن الحي هو إنسان وحيوان ونبات، ليس فقط الإنسان، ليس فقط الإنسان. إذا البيئة كل ما يحيط بالكائن الحي من الكائنات الحية وغير الحية. في درسنا قلت لكم ما يحيط بي أنا، أنا من يحيط بي، ممكن أن يكون أهلي وأهلي، عائلتي، أمي، أبي، أخوتي. أليس هؤلاء إنسان؟ أليس كائن حي؟ إذن البيئة كل ما يحيط بي من كائنات حية وغير حية، من كائنات حية وأشياء غير حية. الكائنات الحية التي ممكن أن تحيط بي النباتات، الحيوانات، ممكن أن أكون أربي في منزلي قطة أو كلب أو غنمة، خروف، صحيح؟ إذا من يحيط بي هما أشياء، كائنات حية وغير حية. ما هي الأشياء الغير حية؟ اللوح، يحيط بي الآن لوح، يحيط بي طاولة، هذه أشياء غير حية، لا تحتاج أشياء أساسية، لا تأكل، لا تنمو، لا تتحرك، أليس كذلك؟ إذا البيئة كل ما يحيط بالكائن الحي وهو أنا، الحيوان، الإنسان، النباتات عفوا. وتشمل هذه البيئة، البيئة تتكون من كائنات حية وغير حية، من كائنات حية وغير حية. الكائنات الحية قلنا أنها إنسان، حيوان، ونباتات. الأشياء الغير حية، التربة، الماء، الهواء، الطاولة، الكرسي، المنزل الذي نعيش فيه هو غير حي، لكن أشياء أساسية إلي، أليس كذلك؟ إذا الماء والهواء والمنزل، التربة، الصخر، الكرسي، الطاولة، الأشياء المحيطة فيه من أشياء غير حية، هذه هي الأشياء الغير حية. ووضحت لي الصورة هذا المفهوم اللي هو مفهوم البيئة. هنا في هذه الصورة يوجد الإنسان ويحيط به، انظروا البيئة التي تحيط فيه، تحيط فيه فراشات، الفراشات أليست كائنات حية؟ نعم كائنات حية. البطة وأيضا النسر أو الصقر، عندي أيضا الحيوانات، الحمار الوحشي والزرافة، النباتات. إذا الإنسان، البيئة هذه التي تحيط فيه تشمل كائنات حية وأيضا كائنات غير، أشياء غير حية، مثل التربة، الخشبة هذه، الصخر، وأيضا الهواء المنتشر والماء، أحاط به كائنات حية وأشياء غير حية، وهذه هي البيئة، هذه هي البيئة. البيئة يا أول قلنا أن يوجد منها بيئات مختلفة، يوجد عندي بيئات كائنات حية مختلفة. أول بيئة تحدثنا عنها من كانت؟ التي كانت حارة، جافة، أمطارها قليلة، يعيش فيها جمل. أحسنتم، إنها الصحراء، إنها الصحراء. إذا أول بيئاتنا كانت الصحراء. الصحراء بيئة
جافة بيئة جافة جافة وحارة. شو يعني حارة؟ شمسها قوية، الشمس فيها قوية، وأيضا أمطارها قليلة، أمطارها قليلة. من الحيوانات المميزة التي تعيش في الصحراء الجمل، الجمل الذي يسمى أو يلقب بسفينة الصحراء، سفينة الصحراء، بتحمل الصحراء كثير وبعيش بالصحراء، اتفقنا؟ وأيضا من النباتات نبات الصبار، من النباتات نبات الصبار، ويوجد أيضا فأر الصحراء، فأر الصحراء. إذا هذه كانت بيئتنا، بيئة الصحراء، من أنواع بيئات كائنات حية. لا ننسى الصحراء حارة جافة أمطارها قليلة، حارة جافة أمطارها قليلة. البيئة الثانية من بيئات الكائنات الحية باردة جدا، باردة جدا جدا، تنمو فيها نباتات صغيرة، من هي يا ترى؟ أحسنتم، البيئة القطبية، البيئة أو المنطقة القطبية، المنطقة القطبية. إذن بيئتنا الأولى الصحراء، وكانت حارة جدا وأمطارها قليلة وجافة. المنطقة القطبية باردة جدا وتنمو فيها نباتات صغيرة، وأيضا فيها حيوانات وحيواناتها تمتاز بفرو سميك، فرو سميك. لماذا؟ أحسنتم، لتحتمل البرد، لتحتمل البرد الشديد، اتفقنا؟ هذه منطقتنا المنطقة القطبية، من يعيش فيها؟ أحسنتم، النباتات الصغيرة، ومنها نباتات قطبية صغيرة اسمها نباتات قطبية، وأيضا عندي الدب القطبي، الدب القطبي، وعندنا الأرنب القطبي. ولاحظوا في الصورة لهم فرو سميك ليحتموا أو ليتحملوا البرد في هذه المنطقة، ليتحملوا البرد الشديد في هذه المنطقة. بعد الصحراء والمنطقة القطبية تحدثنا عن منطقة تنمو فيها أشجار طويلة، أشجار طويلة، وأمطارها كثيرة، والشمس فيها دائما موجودة، دائما الضوء متوافر فيها، ضوء الشمس. من هذه المنطقة يا ترى؟ ويعيش فيها معظم الحيوانات، وفيها ملك يسمى ملك الغابة. أحسنتم، إذا نتحدث عن منطقة الغابة، بيئتنا بيئة الغابة. حدث عن الغابة، وهي بيئتنا الثالثة، الغابة. الغابة هي منطقة فيها أشجار طويلة وكثيرة بسبب أمطارها، أيضاً كثرة الأمطار فيها، أشجارها طويلة وكثيرة بسبب كثرة الأمطار وتوافر ضوء الشمس، دائماً ضوء الشمس موجود فيها. إذن وهذه حاجات النباتات، الماء والضوء وفيها الهواء. إذن هذه حاجات النباتات الأساسية متوافرة، فتنمو فيها النباتات بشكل كبير، ويعيش فيها حيوانات متنوعة، غزلان، طيور، قردة، أليس كذلك؟ وحشرات، وديدان، وأسود، ونمور، وغيرها، اتفقنا؟ يوجد لدينا المنطقة العشبية أيضا، المنطقة العشبية، المنطقة العشبية تعيش فيها من اسمها، اسمها عشبية، تتوافر فيها أشجار وشجيرات، أشجار وشجيرات وأعشاب، أنواع نباتات مختلفة، أشجار، شجيرات وأعشاب. يتغذى عليها من الحيوانات؟ ماذا يسمى، آكل لحوم أم آكل أعشاب؟ أحسنتم، آكلات العشب. إذن تعيش فيها معظم الحيوانات التي تتغذى على النباتات فقط، وهي آكلات العشب، اتفقنا؟ بعدها إذا كانت عندنا البيئة الرابعة، المنطقة العشبية، بعد المنطقة العشبية تحدثنا عن منطقة فيها شاطئ
وتتكون وممكن أن تكون أنهار وممكن أن تكون بحار. ماذا تسمى؟ أنتم أبطال البيئة المائية، البيئات المائية، خمسة المائية، البيئة المائية. إذن عندي الصحراء، وعندي المنطقة القطبية، وعندي الغابات أو الغابة، وعندي منطقة عشبية، وعندي البيئات المائية. البيئات المائية نوعان، البيئات المائية نوعان، عذبة ومالحة. عذبة ومالحة. العذبة مثل الأنهار والبحيرات، العذبة مثل الأنهار والبحيرات. أما المالحة مثل البحار والمحيطات، البحار والمحيطات. إذن البيئات المائية، البيئات المائية تنقسم نوعان، ما هما؟ أحسنتم، العذبة والمالحة. العذبة والمالحة. العذبة أنهار وبحيرات، المالحة بحار محيطات. من يعيش بالأنهار؟ أحسنتم، أسماك، طيور، ضفادع تعيش في الأنهار والبحيرات، مثل من الطيور، بطة، الإوزة. وأيضا يوجد لدينا البيئة المائية المالحة، البيئة المائية المالحة هي البحار والمحيطات. يعيش فيها من؟ أنتم أبطال الأسماك والمرجان، الأسماك والمرجان. كانت هذه البيئات لدينا، هذه البيئات لدينا، وتحدثنا في كانت هذه بيئاتنا ودرس بيئة. هذا كان درسنا، درس البيئة، راجعناه وانتهينا، ونكتفي بهذا القدر أحبتي. إن شاء الله تعالى دمتم بخير وعافية دوما، إلى اللقاء.